أنا اسمي عماد فايز، 35 سنة. يوم 8/5 أنا كنت رايح كنيسة في مدينة السادات. اتحركت الصبح يوم الجمعة الصبح عشان أركب قطر، كنت مستعجل شوية وكان عليا تليفونات اتحرك اتحرك. طلعت عشان أركب مواصلة سريعة لحد القاهرة، ومن القاهرة أتحرك على المكان اللي أنا كنت رايح. فركبت بيجو 7 راكب، أنا كنت الأخير، آخر واحد يركب البيجو يعني. وأنا طالع لقيت السواق بيقول واحد القاهرة. فبعد ما ركبت قلت يعني مترتبة وكويس إن أنا جيت في الميعاد يعني. ركبت العربية واتحركنا بسلام. بعد ما عدينا دخلت بني سويف قبل الكريمات، ولقيت العربية حاجة بتفرقع، لقيت توازن العربية مش مظبوط، ولقيت العربية بتتقلب. العربية اتقلبت مع أول قلبة، أنا يعني فقدت الوعي، مش عارف إيه اللي حصل. 3 طبعاً ماتوا، والباقي اللي راح المستشفى 2 ماتوا، سواء مات في المستشفى بعد ما دخل المستشفى. فكان كل الأخبار السيئة دي خلاص هيبقى زي اللي دخل عايش ويعني ومات في المستشفى. الحالة دي أنا كنت جسدياً أصعب، يعني أصعب حد جسدياً بسبب خروجي من العربية وهي بتتقلب. أول عربية إسعاف وصلت للمكان أخدت المصابين، ولأن كان عندي شرخ في الجمجمة والنزيف كان كتير، توقعوا إن أنا ميت. كانوا 3 متوفين في الحال في العربية، فركنوني مع الجثث يعني، خلاص غطوني بجرنان وده متوفي. أخذوا المصابين في العربية الأولى، والعربية الثانية جت نقلوني على أساس إن هم يدخلوني التلاجة. دخلت، فالدكتور قال لهم ده في نفس، اتحركوا بيه على طول على مستشفى تانية غير اللي أنا كنت فيها. أخذوني مستشفى تانية، دخلت العناية على طول، عملوا لي إسعافات أولية على طول ودخلت العناية. أخويا بيقول لي إن أول 4 أيام كانوا بالنسبة لك أنت كنت بتروح في الغيبوبة وترجع نص ساعة ويقول لنا فاء، وبعد كده يقول لك دخل في غيبوبة تاني. فكل الدكاترة أجمعوا أن الأربع أيام دول لو عدوا بسلام نسبة الخطر خلاص راحت، لكن كل الخطورة في الأربع أيام. فقال لي أن أنت بنسبة كبيرة كنا فاقدين الأمل، الناس لما دخلوا وشافوني لا مش هيقوم. التقرير اللي كان طالع اني نزيف على المخ ومرحلة ما بعد الارتجاج غير ايدي والتعورات اللي في جسمي، قال احنا نعدي مرحلة بس النزيف يقف عشان مش عايزين نعمل شفط وندخل في معمعة كبيرة، يعني كفاية ان الجمجمة مفتوحة. ابن عمي قال لي احنا سمعنا خبر موتك على الاقل مرتين، لدرجة ان البلد اللي انا فيها مستعدين اي وقت يسمعوا خبر خلاص عماد، لدرجة ان البيوت عماتي وخالاتي والمناطق جنب بعضينا. فمرة يعني سمعوا ان خلاص حد مات يبقى عماد، خلاص السويت اشتغل و الدنيا يعني ما كانتش أفضل حاجة. كانوا كل رجاهم إن هو يعني طب يصبر شوية. كان عندي هنا خراطيم في رقبتي موصلينه، وحقن معينة كنت باخدها عشان خاطر النزيف يعني يوقف، لحد ما عدت الأربع أيام بخير والدكاترة خلاص اطمنوا، قالوا خلاص الأمور بدأت تستقر يعني بنسبة كبيرة. لحد 8 أيام أنا آخر يوم اليوم في المستشفى، طلعوني بره المستشفى عملت العملية في إيدي ورجعوني البيت. وصلت البيت كان عندي مرحلة ما بعد الارتجاج أثرت على الذاكرة وأثرت على أنا، لا أنا عارف أنا فين ولا مين ولا كل الفكرة، بس ألم وكل الفكرة بس إن أنا عندي حاجات في 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 جسمي وجعاني. فلا أنا عارف مراتي ولا يعني بناتي ولا أمي ولا أخويا ولا أي حد. قعدت 15 يوم وبدأت الذاكرة تبدأ تشتغل، وبدأت أتعرف على البيت
ربنا كمل، لأن عمل ربنا دايما يعني بيكون كامل. كانوا متوقعين 100% أن أنا هطلع بإعاقة، لأن أنا كنت بتكلم في بداية أيامي بنص لسان، يعني طريقة الكلام مش واضحة مش مفهومة، بس بتهته في الكلام. فهم بيسألوا دكتور، قال له يعني تقريبا الدم اللي كان واصل في خلايا معينة بتموت، فربما تكون الخلايا دي هي المسؤولة عن النطق، فاحنا مش هنقدر نحكم دلوقتي غير لما الأمور جسديا يبقى تمام، بعد كده نبقى نشوف الدنيا فيها ايه. الأمور بدأت تستقر كل ما يعدي وقت وكل ما يعدي يوم، كل ما الأمور بدأت تبقى تستقر والكلام بدأ يستقر. لما رجعت الوعي تماما وخلاص ما بقيتش حاجة تهرب مني، كان فارق معايا قوي صوابعي، فأنا بعزف وبرنم، فيعني الضربتين الضربة في المنطقتين اللي أنا بستخدمهم لمجد ربنا، صوتي وإيديا، عايز أعزف وعايز أرنم، لدرجة أن الأسيس بتاعي لما كان يجي يزورني كنت أقول له أنا هعزف تاني، أنا هرنم تاني، كمل معايا ربنا ولمساته على جسدي كانت بشكل ملحوظ. كان عندي اشتباه في قطع في الرباط الصليبي في ركبتي الشمال، مش عارف اتحرك، ماسك عكاز. فاكر اول يوم اروح كنيستي اللي انا بصلي فيها، لما اخدوني كان عندي صوابعي دي بتتحرك بصعوبه، فاكر فيهم اخ قال لي ما فرقش معايا انت بتعزف ولا لا، ولا عزفك حلو ولا لا، انا فارق معايا بس ان انت اختبار حي قدامي، حد كان في قلب الموت، كان موت مؤكد 100%، لكن ان انت تبقى قاعد قدامي على المنبر ده كان بالنسبة لي هي دي العظة وهي دي الرسالة بتاعة اليوم، والتشجيع اللي كان واصل لقلبي واصل لحياتي من خلال بس وجودك قدامي، مش عشان عزفك ولا عشان اللي بيرنم، لكن كنت شايف عمل الله المتجسد وإيدين الرب الكبيرة اللي موجودة قدامي فيك وفي حياتك وفي الاختبار ده. إيدين ربنا اشتغلت معايا بشكل كبير روحيا وجسديا ونفسيا، لأن الطبيعي السؤال ليه؟ أنا مش رايح أتفسح، يعني ليه يحصل كده؟ لكن الإجابات بتاعت ربنا كانت كفيلة إنها تشفي النفس المجروحة. يعني لا أنسى إن أنا بعد ما عايز أحرك إيدي، يعني فروحت الدكتور وبيمسك إيدي ما كنتش بحرك صوابعي، فقال لي يعني عايز النهاية، رجلك عايز عملية وإيدك خلاص، يعني لا طب ولا دواء، يعني استقر على الحالة كده. فرجعت من قدامه نفسيا أنا يعني جايب آخري نفسيا فعلا تعبان، ولدرجة أن أنا روحت مش عايز أكلم لا بيتي ولا مراتي، أنا بس الرسالة اللي ترمت جوه قلبي من الدكتور، إيدي اللي بتعزف وعايز أعزف مش هتتحرك تاني خلاص. بعديها على طول بعد ما حط الرسالة دي جوه قلبي قلت عايز أشوف ربنا في التوقيت اللي الناس تقول فيه حاجة، عايزك تغير، عايزك تعمل المستحيل. مع أني أنا مبسوط يعني أن المرحلة اللي أنا وصلت ليها دي يعني معجزة بكل المقاييس، بكل المقاييس معجزة عن إيدين الرب القديرة اللي لما بتتمد في الوقت الصعب ربنا بيطلع حاجة جميلة جدا جدا جدا. الألم لما كان يشتد، بالأخص أنا كمان كان عندي العقل الباطن لما كان بيخلي بي 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 بيرجع معايا طريقة قلب العربية، كنت بقوم مفزوع، فكانت مراتي تيجي بسرعة تقول لي ما تخافش أنت 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 موجود. الوقت ده كان كنت بشوف فيه سندة، ربنا كان بيبعت معونة في الحوالية، حتى لو ما كنتش وقفت وتحركت كنت أشوفه أمين وعادل، لأن عندي يقين وقناعة
ان الجسد اللي انا فيه ده وقتي خيمه هعدي فيه وقت وهبقى مع الرب في السماء بهيئه كامله على صورته. عايز اقول لكل حد دخل في نفس التجربة اللي انا دخلت فيها، عايز اقول لك ان الرب بيحبك جدا. خلي بالك اكيد ربنا ليه رسالة، خليك حساس لصوت ربنا ليك، واشكر ربنا لو انت عديت في الامر ده، اشكر ربنا جدا لان الرب صالح جدا جدا جدا، بيحبك وقدير، هيعرف يوصل ليك بشكل او باخر، بس في وقته مش في وقتي ولا وقتك. ربنا غير مجرب بالشرور، استحالة استحالة يكون ربنا عايز يتعبك، استحالة. لازم تبقى مدرك تماما ان كل معاملات الله ليا وليك رائعة، كل معاملات ربنا ليا وليك جميلة. عايز اقول لكل حد متألم وكل حد لسه بيمر في الألم ده، وربما يكون اللي دخل فيه سبب له إعاقة جسدية، عايز أقول لك باختصار الرب هيعرف يوصل ليك بقوة تتحمل اللي انت فيه، هيعرف يسندك وهيعرف يشجعك. بس أهم حاجة عينيك ما تبصش على اللي حواليك، وعينيك ما تبصش على اللي انت فيه، عينيك تبص على فوق، لأن الإله ده هيعرف يعينك في وقته.